في صباح اليوم التالي وقد استيقظت بعد أن بالكاد نمت، أول ما فعلته أني نظرت من النافذة حيث كان الشاب بالأمس يضع يده على قلبه. لم يكن هناك أحد ولا حتى في رأسي، لم أكن أسمع أي صوت، لكني أشعر بوجود همس. دخلت الحمام لأستحم، لا ماء ساخن، لقد فرغت أنبوبة الغاز على ما يبدو. فكرت أن أستحم بالماء البارد، تنصلت من ثوبي وقد هيأ لي دفء الجو أن الماء البارد لن يكون بتلك القسوة، إلا أن برودة الماء راعتني. لكني كما سبق وأخبرتكم أحب الصعب، أحب التحدي، فوضعت قدمي أولا تحت الماء وبللت رقبتي، ومن ثم أسلمت خلايا جسمي كله لوقع الماء البارد. وقد تيبس عقلي وتسمرت أفكاري وانطلقت مني صرخة مكتومة إلى الداخل، فقد خفت أن تسمع أمي أو إخوتي صرختي وأعرف عواقب ذلك. ثم إني لست بحاجة إلى الجلبة، بل كل ما أريده أن يفرغ محتوى العالم من كل وكل أي، ولا يكون فيه إلايا والشاب الوسيم ذاك. شعرت بالانتصار كوني حصلت على حمامي رغم برودة الماء، وتساءلت عن حاجة الإنسان البدائي في تنظيف جسمه وكيف كان يفعل ذلك، وهل كان الأمر مفيداً أم أن طبقات الجلد الميت والمسام المطبقة كانت تساعد البشر على قسوة الطبيعة. فكرت في عملية الوضوء بالماء وحده، وتذكرت رائحة شعر الأطفال السيئة التي انبعثت منهم حين أجبرهم معلمي على مسح رؤوسهم بالماء في عملية الوضوء، وابتسمت لنفسي حين تذكرت أن التيمم بحجر يحل محل الوضوء إن تعذر وجود ماء، وإن مسح المؤخرة كذلك يمكن أن تنظف بالتراب. ليت إله المسلمين انتظر قليلا إلى أن يصل الصابون إلى أمته، فهم لا زالوا على طريقته البدائية رغم الرفاهية الجديدة. يبدو أني مشتتة من جديد. نظرت إلى جسمي الذي تغير كثيرا عن جسم الطفولة، وتلمسته وأنا أفكر في حساسيته المفرطة من اللمس، بل فكرت إن حساسية كل البشر وضعفهم يزداد بازدياد ظروف الرفاهية والترف، وتزداد حيرة الإنسان بتعدد خيارات الرفاهية، ويفقد البشر متعتهم حيث تفتر شيئا فشيئا وتصبح باردة، باردة كبرودة الماء تلك. نشفت نفسي وامتعدت كوني أكره تلك الشعيرات والزغب. إن جسم الإنسان يخرج عن سيطرته. تذكرت كيف نتفتني أمي كالدجاجة، نتفت شعر كل جسمي من فترة، لأني حسب وصفها سأشبه القردة عما قريب إن لم تتدخل بعملية النتف تلك على الطريقة المصرية. قالت أن الله يبارك المرأة الملساء، وأن النظافة من الإيمان. نظافة؟ لماذا يخلق الله هذا الشعر الزائد الذي يوصف بالوساخة حين ينمو على جسد امرأة؟ ونظرت لوجهي في المرآة وقلت لا تخطئي فهمي رجاء، فأنا أكره الشعر الزائد. أطلقت تنهيدة وأنا أشعر بأن مسؤولياتي تزداد إزاء جسدي هذا الذي يخرج عن السيطرة. ثم ماذا أفعل بهذه الإفرازات المزعجة؟ وأين منبعها؟ علي استئصاله. بحق الجحيم، ماذا أنا فاعلة؟ وأجهل لماذا ليس بوسعي أن أخبر أمي عن مشكلة الإفرازات هذه. فأخذت ثوبا قطنيا أبيضا وقصصته إلى مستطيلات وطويته لاستعماله كإجراء وقائي لتبقى ملابس الداخلية معزولة عن الإفرازات غير العاقلة. عادت الأصوات إلى رأسي، سألقاه اليوم في الحديقة. مر اليوم طويلا جدا، وكان علي أن أكذب على أمي كي أستطيع مغادرة البيت، إلا أني محتالة ولا أقبل أن أكذب كذبة كاملة. فالكذب أمر سهل وكشفه بالتالي أمر سهل أيضا، أما الحيلة فأمر ذكي، وانشغال أمي
لن يخول لها أن تكتشف حيلي بسهولة، فقد طلبت أن أخرج إلى صديقتي قبل الموعد بساعتين، وهكذا فعلت، ومن بيت صديقتي إلى الحديقة وهكذا كان، وأكون بالتالي لم أكذب، فأنا بالفعل توجهت إلى صديقتي عند مغادرة البيت، لكني لم أسأل إن كان لدي وجهات أخرى لاحقة. كان همس يهمس لي أني خرقاء وأحاول تجاهله بصعوبة. حين دخلت الحديقة كنت أرتعش رغم حرارة الطقس. وجدت الشاب جالسا ومعه صديقه. ابتعد صديقه وترجل الشاب على قدميه وقد بدا سعيدا للغاية. اقتربنا من بعضنا وقد اختفى صوت همس تماما. أمسك الشاب بيدي وسحبني نحو المقعد الحديدي العتيق الأبعد في الحديقة كثيفة الأشجار تلك، وجلسنا وهو لا يزال ممسكا يدي بقوة كأنه يخشى أن أهرب، وقال أنه لم يتوقع أن آتي. قبل يدي وهو يقول: كيف حالك؟ أخبريني عن كل شيء. هل أنت خائفة؟ إنك ترتجفين. بدأ يقبل أطراف أنامل يدي كلا على حدة، ثم يضع راحة يدي على وجهه الدافئ وأنا أتلعثم في الكلام وهو يقول: لا داعي للخوف، إن مر أحد سيعطيني صديقي إشارة، فأنا أخاف عليك أيضا. كانت عيناه على شفتي وهو يقول ذلك، وصوت رغبة يلمسني من جديد بل يؤلمني ويحرضني أن أعطيه إشارة بالموافقة. اقترب مني أكثر وقد وضع يدي على قلبه وكأنه يقول: امنعيني إن شئت. واقترب أكثر وأنا متسمرة كأني أصبحت جزءا من الكرسي، وشعرت بنبض قلبي يصدح في أماكن أخرى على صوت همس: سهلة، أنت سهلة. أبعدت الشاب عني بيدي التي على قلبه في آخر لحظة، واعترى جسدي نوع من الإعياء المفرط، وقلت: أرجوك لا تقبلني اليوم. فأبعد وجهه وقال: حسنا يا حبيبتي، سأنتظر موافقتك. تنفست الصعداء وطلبت أن نتمشى. كانت حرارة جسمي ترتفع أكثر فأكثر ويدي تتعرق في يده، وسألت: هل يمكنني أن أسحب يدي؟ قال: نعم. وأحاط خاصرتي بدل ذلك وضمني بقوة، وأحسست بشيء صلب متحجر ينبض هو الآخر، وكأننا لسنا وحدنا، إنه معه تحت بنطاله الجينز صبي أرعن منفعل ثائر عنيد، ولست أعلم إن كان يخرج عن السيطرة هكذا أو ما إن كان بوسع صاحبه أن يأمره بالاسترخاء والهدوء. وتعجبت كيف لأجسامنا أن تثور ضدنا، فأنا مثلا لا يريد عقلي أن يلتصق جسمي بهذا الشاب أو صبيه العاق ذاك، ولكن جسدي بحاجة استثنائية لهذا الضغط. قلت للشاب: هذا ليس ما قصدته. أفلت من إطباقه على أبعاضي بمجرد أن طلبت ذلك، واعتذر مني الشاب قائلا: أرجو ألا تغضبي، فإني أفقد عقلي حين أراك، وكل ما أفكر فيه أن أعانقك وأقبلك وأنتشلك وأبتلعك إلى داخلي. شعرت بالدوار وقلت: علي الذهاب. قال: دون أي قبلة؟ قبلة واحدة؟ قلت: لا قبل، وأنا أبتسم وأنا أكذب عليه وعلى نفسي. وضع يده في جيبه وأخرج ورقة، إنها رسالة بل اثنتين، أولهما كتبتها عن لقائنا في حالة قبلتك، والثانية في حالة لم أقبلك، أيهما تريدين؟ ابتسمت رغم دواري الذي يزداد: كلتاهما. فقال: إذن خذيهما. خذيني أنا أيضا. قبلته على خذه وذهبت مبتعدة. وقال: سأتبعك بهدوء لمنزلك لأتأكد ألا يضايقك أحد. مشيت للبيت وهو يلحق بي مع صديقه، وأشعر أن عيناه تعريانني وأني على وشك أن أسقط، وكانت رغبة تعزف على جسدي أنشودة التيه وتتمتم كالصحراء. وحين وصلت للبيت حاولت أن أدخل الحمام، وحدث كل شيء كما في اليوم السابق. قالت أختي: ما بالك تلهثين ككلب عطشان. دخلت الحمام وتفاجأت من شكل وجهي.
كان شاحبا للغاية، وكانت مثانتي تكاد تنفجر. أنزلت بنطالي ورأيت كمية الإفرازات اللعينة اللزجة، ورميت قطعة القماش المبتلة التي استعملتها لحسن الحظ كوقاية. وبدأت أتساءل لماذا لم أترك الشاب يقبلني؟ ليس لي إله أخافه، ولم يكن أحد يرانا، ما الذي منعني؟ هل هي قصة أخلاق؟ وهل علينا أن نعاني وطأة الرغبة لكي نكون على خلق؟ إني لا أجيد اختيار العبارات المناسبة، لقد أخذت تفاصيل كل اللقاء إلى عالمي الخاص، وها أنا شيطانة بدون ولكن، شيطانة تستعمل شابا في خيالها الرديء بكل أنانية، تستحضره دون علمه أو موافقته، وتعيد صياغة ذكر اللقاء بالشكل الذي يرضي كلاهما. لم أفتح الرسالتين كنوع من العقاب، نعم إني أعاقب نفسي، فإصراري ألا أحظى بالقبلة كان غير مبرر. أتراه أثر الدين والمجتمع والعادات وتعريف الأخلاق والشرف؟ ما منعني؟ تبا لك يا الله، لقد تركت دينك، لكن دينك ما تركني على ما يبدو. سأقرأ الرسالتين بعد أن أعذبني قليلا. وضعت جسدي على السرير وجلست عقلي. لا أخفيكم أن عذاب انتظاري العفو عن نفسي هو أمر مرير بطعم الشيح. كيف يمكن لخيالك أن يستحضر مذاقا، وكيف تخزن الذاكرة ذلك المذاق؟ حركت لساني حركات اللولبية داخل فمي في حمق غير مبرر، وشعرت بلعابي يتزايد وأنا أستحضر طعم قطعة بسبوسة بالعسل. هل للساني ذاكرة؟ يا للسخف. وما هي ماهية رغبة الملحة في قبلة؟ كيف لي أن أرغب بأن تلامس شفاه غريبة شفاهي، ولسان غريب لساني؟ وكيف أني لا أشعر بأي قرف من فكرة أن يخالط لعاب شخص آخر لعابي؟ وهل سيكون لذلك مذاق تحتفظ به الذاكرة اللسان؟ لا يستوقفنكم الوصف رجاء، لقد كنت مشوشة لأني لم أكن أعرف على وجه التحقيق إن كنت نادمة أني قابلت الشاب في تخف كمن يرتكب أمرا شنيعا، أو لأني لم أحظى بالقبلة. تعالت الأصوات في رأسي من جديد، إلا أن صوت همس كان أعلى. بل كأن كل تلك الأصوات واقعة تحت سطوة همس. مهلا، هل أنا واقعة تحت سطوة همس؟ هذا أمر مؤكد. مؤكد؟ إن التأكيد على شيء أمر وغد. إني أنصاع صياعا غير مشروط لهمس، قعري مجوف للغاية، وأخشى أنه لولا همس لكنت خواء، بل إني مقعرة للغاية، ويستطيع همس أن يعبئني كما يشاء. إني مشاع، وحريتي وهم، واختياراتي كلها لا تصدر عني بل عن همس. إني ورطة. تعالت الأصوات بشكل فظيع. استنجدت بهمس متوسلة. ماذا دهاك؟ ماذا هناك؟ من هؤلاء؟ إنهم يحدثون فوضى لا تطاق. صمت همس صمتا مريبا، صمت كله اتهام، صمت قاهر كذلك الذي يصعب كسره، صمت يصعب الخروج منه، صمت عويص. علي أن أعترف بكل جرأة الآن، أنا لا شيء دونه. لطالما اعتقدت أني اختلقته، ولكني اكتشفت اكتشافا مريعا، وهو أن همس هو الأصل، وإني أنا المختلقة. اكتشفت اكتشافا مربكا بلا أدنى شك، وهو أنه لا وجود لي دون همس، لا صوت لي. ولهذا إن صمت همس صمت، وإن صمت إلى الأبد أكون قد مات.